قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية، واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للتعارض. جدل قانوني جديد في تونس أثاره إعلان هيئة الانتخابات عن اللائحة النهائية للمترشحين للرئاسية، وهي لائحة تجاهلت تنفيذ أحكام باتة عن المحكمة الإدارية تقضي بإعادة 3 مترشحين للسباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل. الهيئة المستقلة للانتخابات ملزمة حرفياً بتنفيذ هذه القرارات وبإدراج المترشحين في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. إذا نحن نسميه في القانون أن الهيئة المستقلة للانتخابات في موقع السلطة المقيدة. أجابت الهيئة بانطلاقا من الفصل 47 بأنها لم تتحصل على الإجابة في المدة المفروضة اللي هي 48 ساعة، خاصة آخر إجابة كانت منذ قليل جدا، وكان موقف الهيئة، وهنا ليس الدفاع عن الهيئة لكن هذه وقائع، أن الهيئة تقول بأنها لم تتلقى في الوقت المطلوب. اختلاف القراءات القانونية يقابله تباين في مواقف الشارع التونسي من قرارات هيئة الانتخابات. بالنسبة لي أنا مدام قرار من محكمة، مدامنا دولة مؤسسات يزمو يطبق القانون وبعدين الصندوق يجيب. لدي ثقة تامة في سيد فاروق بوعسكر وجمعيته ومن معه، لأن هؤلاء جبلوا على أن أو أمروا وطلب منهم أن يكونوا في مدار الحق. قبل نحو 5 أسابيع من إجرائها، حسمت هيئة الانتخابات أمر المتنافسين في السباق الرئاسي بانتظار أن يحدد الناخبون مصير المترشحين 3 وسط احتقان سياسي وانتقادات واسعة للمناخ الانتخابي. نسرين حمداوي، الحدث، تونس.